أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التمرين في درس حركة الجسم في دوران حول محور ثابت. إذن لدينا في هذا التمرين، إذن من بين الأنظمة نقل الحركة النظامان الممثلان في الشكلين التاليين. ده النظام واحد، نقل الحركة بواسطة سير، يعني سير، ده سير هو الخيط اللي كنعرفه. ده هنا بكرة اثنان، لدينا هنا هذا الخيط نسميه بسير، ثم بكرة اثنان، ده بكرة مرتبط الحركة تدور هكذا، نفس الشيء البكرة أخرى تدور هكذا. ثم لدينا نظام اثنان، نقل الحركة بواسطة تروست، لأن هناك أسنان من طبيعة الحال لكي هنا عبارة عن دولاب اثنان كمنشار. إذا هنا كنعرفو هذيك الحركة مثلا في المصانع موجودة. أوكي، إذا السؤال، نعتبر النظام واحد حيث نفترض أن السير لا ينزلق على مجرى البكرتين. إذا هنا هذا السير أو هذا الخيط لا ينزلق عبر البكرة، ده من طبيعة الحالة دي حركة، ده ندعو منح الحركة. واحد واحد، حدد منح دوران البكرة الثانية. ده منح، حدد منح الدوران، ده نشوف معايا منح الدوران. ده نشوف معايا البكرة الثانية، ها هي البكرة الثانية الأولى، ها هي، ودير لنا واحد المنح. إذا فقط أوجد أو حدد منح دوران. جوج واحد، أوجد العلاقة بين سرعتيهما الزاويتين دبليو في واحد ودبليو في اثنان. إذا السرعة الزاوية ديال هاد البكرة اثنان، والبكرة طبيعة الحال لديكم الشعاع إغ اثنان وشعاع إغ واحد. ثلاثة واحد، تدور البكرة واحد الأولى، البكرة الأولى بانتظام بتردد ان ان يساوي 1 هرتز. ما قيمة تردد البكرة الثانية؟ اذا هكذا نعطي شعاع الثانية يكبر بشعاع الثانية مرتين، يعني لو دوبل اغ دو يقال دو اغ. ثانيا، نظام، نعتبر النظام اثنان، هذا النظام اثنان، حيث نفترض ان الدولابين يدوران بدون انزلاق. اذا يدوران بدون انزلاق، من طبيعة الحال عندنا بيناتهم واحد هكذا. اذا لاحظوا معايا هنا الاسنان، هنا هناك اسنان مشتركة. اذا هذا هو المهم عندنا في التمرين. جوج واحد، حدد منح دوران الدولاب الثاني. اذا عندنا الدولاب اثنان، دولاب واحد، إذا لدينا منح الحركة. إذا لاحظوا معايا منح الحركة هكذا، إذا الدولاب الثاني والدولاب، إذا هنا أتفكر ما هو منح دوران الدولاب الثاني. جوج جوج، أثبت العلاقة التالية، يعني دبليو في أن على دبليو في دو، يعني السرعة الزاوية للدولاب واحد على السرعة الزاوية للدولاب اثنان تساوي ان اثنان على ان واحد. ان اثنان على ان واحد بين سرعتهما الزاويتين دبليو في ان ودبليو في دو وعددي اسنان الدولابين ان ان وان دو. بطبيعة الحال ان ان وان دو وعدد عدد الاسنان، اذا عدد الاسنان الموجوده هنا. إذا الوليدات فكروا في التمرين مزيان ونجزوه، ثم نعود إلى أعزائي التلاميذ. الآن نقوم بتصحيح. إذا أولا نعتبر النظام الأول، النظام الأول نقل الحركة بواسطة سير، حيث نفترض أن السير لا ين... أن السير لا ينزلق، يعني الخيط لا ينزلق على مجرى البكرتين. إذن عندنا بكرة اثنان، بكرة واحد. حدد منح دوران البكرة. إذن البكرتان من طبيعة الحال فهما تدوران في نفس المنحة،
إحدى البكرتان تدوران في نفس المنحى. لماذا؟ لأن الخيط من طبيعة الحال فهو خيط لا يتمدد، إذا بما أن إذا هما فالبكرتان تدوران في نفس المنحى من طبيعة الحال من اليسار إلى اليمين هكذا، تدور في منحى المعاكس لحركة عقارب الساعة. إذا أولا منحى دوران البكرة هو مثل منحى دوران البكرة الثانية مثل منحى دوران البكرة الأولى. إذا هنا سنكتب منحى البكرة الثانية هو نفس منحى البكرة الأولى. إذا من طبيعة الحال من إذا هكذا ستدور هكذا مثلها مثل البكرة الأولى، إذا فلهما نفس المنحى. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، أوجد العلاقة بين سرعتيهما الزاويتين. إذا الوليدات كسؤال، أوجد العلاقة بين سرعتيهما الزاويتين دوبل في أن ودوبل في دو. أول شيء لاحظوا معايا أن السير أن الخيط لا يتمدد، فهو خيط من طبيعة الحال. إذا عندما يدور الخيط فإننا نلاحظ أن جميع نقط هذا الخيط، سرعة هذا الخيط مثلا A و C و B، فهي نقط لها نفس السرعة. إذا لها نفس السرعة من طبيعة الحال، هذه النقط لها نفس السرعة، وبالتالي مثلا فالنقطة B، النقطة B سرعتها مثلا هي في بي، ماذا تساوي؟ في بي تساوي هي ار اثنان مضروب في السرعة الزاوية للبكرة اثنان. بالنسبة ل في ا اعلمها هي ار ان في السرعة الزاوية للبكرة واحد. اذا وبالتالي كما قلنا ان لكل نقط الخيط، لكل نقط الخيط أو السير هنا في هذه الآ لهما نفس السرعة. إذا لدي في آ تساوي في بي، وبالتالي فإن إغ اثنان دبل في اثنان تساوي إغ أن دبل في أن. إذا هنا أوجد العلاقة بين السرعتين، وبالتالي فإن لاحظوا معايا هنا مثلا دبل في دو على دبل في ان راه كيساوي ليا هي اغ ان على اغ اثنين. اذا هذه علاقة بينهما او هذه العلاقة. اذا هذا هو السر في ذلك، ان لهما نفس السرعة المنحنية لكل نقطة الخيط. مثلا نقطة من هذا من محيط هذه البكرة هنا مثلا دي والمحيط ا، اذا فلها علاقة مع السرعة الزاوية لهذه البكرة، بينها علاقة مع دبل في اثنان لهذه البكرة. إذا السرعة الزاوية، سرعة الدوران طبعا حال السرعة الزاوية. إذا هذا هو هنا ثلاثة واحد، قال تدور البكرة واحد بانتظام بتردد ان ان تساوي واحد هرتز. تدور البكرة واحد، إذا هذه البكرة تدور بتردد إن أ تساوي واحد هرتز. ما قيمة تردد البكرة الثانية؟ نعطي شعاع اثنان يساوي اثنان شعاع واحد، إذا لدوبل ديالو. إذا أوجد العلاقة بينهما. إذا تردد دوران، إذا ما هو تردد دوران البكرة اثنان؟ إذا ليكن مثلا ما هو؟ إذا ثلاثة واحد ليكن إن واحد هو تردد البكرة، تردد البكرة واحد. ما هي العلاقة؟ إذا لدينا سرعتها، السرعة الزاوية تساوي دو بي فوا ان 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 راه بحال اف ان، سي لا ميم شوز، ان و اف سي لا ميم شوز، و لا فريكونس. وليكن ان دو هو تردد البكرة،
البقرة اثنان، وبالتالي ف دو بي في دو تساوي، إذا سرعتها هي دو بي إن. إذا فقط الوليدات لدينا هذه العلاقة، إذا لدي دو بي في دو، بما أن دو بي في دو على دو بي أن غنعوضها ب بطبيعة الحال هنا دو، وي إذا هي دو بي إن دو على دو بي إن. إذن هذه علاقة في الدرس. إذن تساوي إغ أن على إغ، إغ أن على إغ إثنان، وبالتالي أتمشي ليا دو بي مع دو بي، إذن غتولي عندي إن إثنان على إن واحد تساوي إغ أن على إغ إثنان. ما ننساش الوليدات عطاني واحد العلاقة أن إغ إثنان تساوي لو دوبل دو إغ أن، إذن إغ إثنان تساوي إثنان إغ أن. فقط أعوض إغ إثنان بإثنان إغ أن، وبالتالي فإن إن دو على إن واحد تساوي إغ أن على إثنان إغ، إغ إثنان هي إثنان إغ أن هكذا. إذا تشي إغ أن مع إغ أن تولي إن دو، وبالتالي فإن، وبالتالي فإن إن دو كتساوي ليا هي إن أن على إثنان. إذا هذه العلاقة اللي غنوجد، إذا إن إثنان على إن أ كتساوي إن دومي، إذا إن إثنان، إذا تردد البكرة إثنان يساوي تردد أ على إثنان. إذا كل ما كان عندنا لوغاريو كبير بطبيعة الحال راه كيكون عندنا التردد أقل، هادشي اللي كنلاحظو هنايا. البكرة اللي عندها أغ صغيرة إذا عندها ترددها أكبر من تردد إن إثنان، وبالتالي كتطبيق عددي إن إثنان تساوي هي واحد هرتز على إثنان اللي كيساوي نصف هرتز هكذا. إذن هذا لي بالنسبة للبكرة رقم إثنان. إذن الوليدات هذا تمرين مهم جدا، ولكن أهم شيء فيه هو أن سرعة النقاط التي تنتمي إلى نفس الخيط، السرعة من طبيعة الحال السرعات الخطية، إذا فالخيط له سرعة منتظمة هكذا يدور. أوكي، إذا نذهب إلى الدولابين ثانيا. نعتبر النظام الثاني حيث نفترض أن الدولابين يدوران بدون انزلاق، إذا هذين الدولابين بدون انزلاق. إذا لاحظوا معايا هذا هو منحى الدوران بالنسبة للدولاب رقم واحد. إذا لاحظوا معايا إذا دار، إذا قام بالدوران هكذا فإنه يقوم بدفع هذه الأسنان كما نقول. إذا فهذا الدولاب الثاني سيكون منحى هكذا. إذا لاحظوا معايا هذا السن إذا قام بالدوران هكذا، إذن العكس هذا سيدور هكذا، إذن هكذا يدور، الآخر سيدور هكذا العكس، هذا من اليسار إلى اليمين هذا، إذن هنا طبعا عكس، إذن هذا منحى ضد منحى عقارب الساعة، هذا في منحى عقارب الساعة. لاحظوا معي هذا سيدور هكذا، هذا سيدور هكذا، هذا سيدور هكذا، هذا غيدور هكذا وهذا غيدور هكذا. علاش؟ لماذا؟ لاحظوا معايا هنا إذا هذا سيقوم بهذا الدوران، إذا هذا السن سيذهب هكذا، إذا سيكون دوران. إذا فبالنسبة للدولابين فمنحى حركتهما متعاكسان. إذا الدولابان، إذن هنا الدولابان يدوران في منحيين متعاكسين، منحيين متعاكسين. إذا هنا واحد جوج. ثانيا إذا جوج جوج، أثبت العلاقة التالية دبل في واحد على دبل في اثنان. إذا هنا السرعة الزاوية للدولاب الواحد على السرعة الزاوية للدولاب اثنان يساوي إن اثنان على إن أ بين سرعتيهما الزاويتين وعددي أسنان الدولابين إن أ وإن دو، عددي
دولابين ان ا و ان دو. اذا هنا اسنان، اذا هنا عدد الاسنان الموجوده هنا ثم عدد الاسنان الموجوده هنا. اذا ماذا يمثل عدد الاسنان الموجوده هنا؟ ماذا يمثل؟ الوليدات اذا اعتبرنا نقطه مثلا، هذه النقطه مثلا نقطه ان تنتمي الى، فهي نقطه تنتمي الى محور متشاركة مع الدولابين. إذا هذه النقطة مثلا N، إذا فسرعتها الخطية هي بدلالة طبيعة الحال دوبل في دو وبدلالة دوبل في أن. إذا سرعة N مثلا في أن تساوي ماذا؟ هي R اثنان دوبل في اثنان بالنسبة للبكرة. وأن N فهي مشتركة، فإن N هذه النقطة أو N سميناها ان، ما هي مشتركة. اذا في ان في هذه الحالة غتساوي ايضا هي ار ان دبليو في ان، وبالتالي سنجد ان السرعة الزاوية مضروبة في الشعاع تساوي، بالنسبة للبكرة اثنان، تساوي السرعة الزاوية للبكرة واحد في شعاعها. وبالتالي فالسرعة دبليو في ان على دبليو في دو غنلاحظوها هي ار ان على ار دو. اذا هذه علاقة أولى، إذن هذه علاقة أولى. نعم، إذن انتبهوا معي الوليدات، هنا من جهة أخرى لدينا واحد العلاقة هنا. إذن لدي مسافة بين سنين نسميها بالمسافة مثلا ك، هذه المسافة ك هي بين سنين متتاليين. إذن بالنسبة للتشابك يجب أن يكون، إذن يكون التشابك إذا كان لهما نفس المسافة بين سنين متتاليين. إذن بالنسبة لمحيط هذا الدولاب محيطه، فنعلمه هو دو بي مضروبة في إغ اثنان، هي دو بي إغ اثنان كتساوي لي عدد من طبيعة الحال المسافة بين سنين سميناها هي ك مضروبة في عدد الأسنان. نفس الشيء بالنسبة للدولاب الثاني، الدولاب الأول يعني دو بي مضروبة في إغ أن، مضروبة في ولا إغ أن، كتساوي لي من طبيعة الحال نفس ك هاد كهادي، لأن هي طول، هي المسافة بين سنين متتاليين مضروبة في عدد معين، عدد الأسنان الموجودة في هذا الدولاب. إذن سنجد العلاقة أن ك، إذن ك كم تساوي هذه المسافة كم تساوي؟ هي طبيعة الحال غنوجد واحد العلاقة، هي دو بي إر اثنان على ان دو. اذا ك ايضا هنا تساوي لي هي دو بي ار ان دو ار ان على ان، اذا عندي نفس ك، وبالتالي فدو بي ار اثنان على ان دو كتساوي لي دو بي ار ان على ان واحد. طبيعة الحال عندي دو بي هنا، عندي دو بي هنا، إذن غنوجد هاد العلاقة بين إن أن و إن دو. إذن عندي علاقة، إذن ف إن أن، بالتالي ف إن أن على إن دو، أنت إن أن غنجيبها هنا، إغ دو غنجي هنا، تولي ليا تساوي إغ أن على إغ اثنان، إذن إغ أن على إغ اثنان. إذن الوليدات هادي علاقة، إذن لدي العلاقة أو الأولى هنا هي إغ أن، إذن لدي أوجدت العلاقة هي إن أن، إن أن على إن اثنان تساوي إغ أن، إذن غنجيبها هنا، إذن هنا، إذن وجدت العلاقة إن أن على إن دو كتساوي لي إغ أن على إغ دو، وبالتالي فإن أن على إن دو كتساوي لي دوبل في دو، ومنه فإن دوبل في دو على دوبل في أن كتساوي لي إن أن على ان اثنان. اذا هذه العلاقة الان هي هذه، اذا السرعة الزاوية للدولاب اثنان على السرعة الزاوية للدولاب
واحد يساوي إن أعلى إن اثنان. إذن هذه العلاقة الآن لكي نوجدو نتوصل إلى العلاقة المطلوبة. يعني ما نساوش أن هذه المسافة بين الدولاب بين سنين يكونان متساويين. إذن أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا التمرين. إذن شوية تمرين، يجب أن نعرف هذه المسافة بين سنين حتى يكون هناك تشابك بين هذين الدولابين. إذن دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.